هو كل بيدور عليها الفلوس مش عشان بنته. بنته دي كان مدور عليها وهي صغيره، كان صرف عليها، كان دخلها مدارس. طب بجد كده تصريحاته الاخيره كذاب وراجل متخلف وبيبيعتم ببنته. بس ما هو لو كان عنده دم كان رباها، انما هو عجيب الدم يبقى فين بقى رباها؟ الاب ما عندوش دم. طب هل فكرة الدية لما تعرض دية ده كان سبب رئيسي لظهور الوالد؟ لظهوره هو وابنه. بعد الدية ظهر مباشرة؟ انا ما كنتش اعرفه. بعد الدية ظهر مباشرة؟ قسمت عيب على 35 سنة مش من حقه يجيب سيرتي صح؟ قسمت عيب من 35 سنة. انا مطلع من 35 سنة كانت هي لسه بتزحف. هنا هنا؟ من حقه نتكلم عليا؟ هنا بقى يا مدام هنا؟ من حقه نجيب سيرتي؟ هاتي قسمتي. تحب تقول ايه لابنك وجوزك بعد التصريحات الاخيره اللي يا ريت ما شفتوش العمر كله اللي ما بينه وما بينكو؟ فين البوستر اللي كان فوق؟ لا محطوط على الكنبه. ده للابن. لقيته فين؟ فوق. لا انا بتكلم على فين البوستر اللي فوق؟ طيب احنا ورينا القسيمه كده. انا اللي ربيتها، انا اللي كلفت، انا دخلت مدارس، انا اللي ربيت، انا اللي خرجت، انا اللي جوزت. طيب يا حبايبي كنا حابين نتكلم. انا الاب والام والاخ والاخت البنتي. خلاص نزليها هاتيها كده بسيطه. احنا برضه يا سلمان ده حابين نتكلم معاك عن حقيقه الاشتباك اللي كان دار بينك وبين شقيقك الاعلاميه خلال زياره الاربعين. ممكن تكلم معايا عن التفاصيل دي؟ انا لسه نازله من المحكمه وانت سامع صوتي. طب تعالى عندي البيت. يعني هل فعلا سبى واعتدى عليكي خلال زياره الاربعين؟ اكيد طبعا اكيد طبعا. ما كنتش عملت له محضر. يعني هو اصلا معمول له محضر.